الارصاد الجويه بتقول لحضراتكم اولا انه الحر لسه ما ابتداش، يعني الصيف الصيف بتاعنا اللي معروف ده لسه ما بداش، كل اللي احنا بنشوفه ده يعني ايه بروفات اللي احنا شايفينه اليومين دول. لكن النهارده هيئه الارصاد الجويه اعلنت عن تركيب حاجه اسمها ايه بقى، اسمها محطه رصد جوي واقعي. انا في الحقيقه ما اعرفش يعني ايه الفرق بين الرصد الجوي المعتاد والرصد الجوي الواقعي، بس دي اول محطه تتركب وهتتركب في استاد القاهره. احنا معانا على التليفون الدكتور احمد عبد العال، برحب بحضرتك معانا دكتور. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يعني ايه بقى حكايه، مش فاهم انا، حضرتك فهمنا يعني ايه اول محطه رصد جوي واقعي؟ في الحقيقه هو وفقا لتوجيهات معالي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اللي هو احنا الارصاد الجويه بتتبع معاليه، انه قال ان لازم قطاع الطيران كله يشارك في هذه البطوله. فكان احنا عملنا اتصال مع الكابتن محمد فضل اللي كان لسه سيادتك كان بيتكلمه، ومع الدكتور محمد المسؤول الطبي عن الدوره، وعرفنا ان محمد سلطان طبعا، عرفنا ان تعليمات الفيفا ان لو الحراره زادت عن 35 لازم على الحكم يوقف المباراه لمده دقيقتين عشان اللعيبه تاخد نفسها وتشرب ميه. فكان مننا ان احنا قدمنا ان احنا نحط محطه ارصاد جويه داخل الاستاد، والبيانات بتاعتها تبان على طول على الشاشه اول باول، الحراره والرطوبه، بحيث ان يبقى قدام الحكم وقدام الجمهور درجه الحراره والرطوبه. يعني ده جزء من قوانين اللعبه دلوقتي. بالظبط كده، انه لما درجه الحراره توصل ل 35 يتوقف المباراه لمده دقيقتين. 35 لازم توقف المباراه لمده دقيقتين عشان السوائل، عشان اللعيبه. فاحنا لاول مره تحصل في العالم كله ان تتحط محطه ارصاد داخل الاستاد نفسه، وتبقى البيانات بتاعتها على الشاشه اول باول، بحيث يبقى الحكم شايفها. الحكم الرابع ما بيبص ولقى الحراره قلت ممكن يدي اشاره للحكم الساحه ان يوقف المباراه بعد نص ساعه، يعني يبدا يطبق تعليمات الفيفا. فاحنا شاركنا بالمحطه دي، هي فعلا اتركبت والنهارده اتعمل عليها تيست، وبانت فعلا واضح جدا الحراره والرطوبه، وبتبقى اول باول على طول ابديت يعني دقيقه بدقيقه على طول شغاله. دي محطه واقعيه فعليه محطوطه داخل الاستاد. ايه حكايه بقى ان الحر لسه ما بدأش ده؟ اللي احنا شايفينه ده ايه؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا يمكن احنا في اخر يومين ثلاثة في الربيع، طبعا هو بيشابه كتير جدا الصيف، لكن احنا اكتر من 10 ايام والرطوبة اللي احنا عايشينها هي رطوبة صيف مش رطوبة ربيع ابدا. لان الرطوبة هي اللي بتحسسك بدرجة حرارة اكتر. عموما احنا عندنا ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة لحد يوم الخميس، القاهرة ممكن توصل فيه ل 39 درجة، لكن من يوم الجمعة تبدا انخفاض، بس انخفاض برضه تدريجي زي ما حصل ارتفاع تدريجي. لكن المشكله ان تكون فعلا الرطوبه ما تزال حتى انها عاليه. لكن عايز اطمن الساده المشاهدين اللي هيروحوا المباراه وقت الاحتفال، يعني حوالي الساعه 8 درجه حراره ممكن توصل ل 35، وقت المباراه بالظبط ممكن توصل ما بين 29 و30، لكن نسب الرطوبه هي اللي هتبقى عاليه. واحنا على فكره كمان اتفقنا مع الكابتن محمد فضل ان احنا نحط لي على الشاشه الرئيسيه للاستاد بعض التعليمات، عشان انا عارف ان في ناس هيروحوا بالذات الماتش في مصر من الساعة 12 الظهرية، فاحنا عايزين نحط لهم تعليمات، تقول لهم احنا هنحط له التعليمات علشان ما يحصلش أي مشاكل ليهم من الناحية الصحية، إن ما يتعرضش للشمس مباشرة فترات كبيرة، المضطر يبقى في إيه معاه وهو رايح جاهز، معاه كاب، معاه شمسية، معاه أي حاجة. وشمسية وسوائل على قد ما يقدر طبعًا، لأن المسألة يعوض المية بتاعته، ما يستناش لما يعطش ويشرب منها على طول. أي واحد من السادة اللي هيبقوا قاعدين في الاستاد حاسس إن ارتفاع الحرارة بتاعته ولو درجه، في قوافل طبيه موجوده في الاستاد، انزل بسرعه هيدولك لك، وانت على طول انت واقف هتطلع زي الفل وكمل بقيه وربنا يعني ان شاء الله تمشي زي الفل، يجيب الخير وتمشي كويس من غير حاجه من دي ان شاء الله. مصر تحمل الكاس باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد، شكرا جزيلا على وجودك معانا.